نتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث اندلعت صباح اليوم مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المرابطين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. وقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت وقنابل مسيلة للدموع على الفلسطينيين بعد اقتحامها بشكل محدود باحة المسجد من جهة باب المغاربة. وكانت سلطات الاحتلال قد شددت الإجراءات الأمنية واستنفرت قواتها عشية عيد العرش اليهودي.